الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم قيام وصيام هذا الشهر شهر رمضان المبارك، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وبمناسبة يوم الصحافة العالمي أهنئ كل الأخوة والأخوات الصحفيين في كل مكان بهذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في مهمتهم وأن يقدموا أعمالا فنية أعمالا إعلامية ترقى بالمستوى الأكاديمي والفكري والثقافي لكل من يحمل هذا الاسم الصحافة والإعلام. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح، وأن نقدم جميعا أعمالا فنية تليق بالمجتمع وتليق بسمعتنا وتليق بسمعة المجتمع وسمعة كل من يخوض في هذا المجال. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى مزيد من التقدم والنجاح. نحن ولله الحمد، أنا طبعا متواجد في المملكة المغربية قبل كوفيد 19، قبل شهر 3 2020، وموجود بصفتي كمستثمر ورجل أعمال قائم بأعمال استثمارية، ومشغل إلى أكثر من 3700 موظف في المغرب وخارجها. والمغرب هي من أفضل الدول في العالم لإدارة العمل ولتسيير العمل وللاستثمار، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قائدها العظيم حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة التي تسعى في توجيهاتها السديدة إلى استقطاب الاستثمارات المتنوعة في كل المجالات الطبية والمجالات العلمية والمجالات الدراسية والمجالات السياحية وغيرها، وفي شتى أنواع الاستثمار. وهذا دليل على حنكة قائدها وعلى سياسته وعلى رعايته واهتمامه بالشعب المغربي المحترم الكريم الذي لم يدخر في أي حاجة لتقديم العون والمساعدة لحكومته. أنا رأيت هذا الشيء حقيقة في أول ما حصل الحجر في عام 2020 في شهر 3. قرارات الملك الله يحفظه ويبارك بعمره كانت قرارات أسرع قائد وملك ورئيس في العالم أعطى قرارات تحمي هذا الشعب، تحمي المغرب، تحمي مكوناته، تحمي المجتمع المغربي بجميع أطيافه، بجميع أعماره، بجميع مؤسساته. أعطى قرارات سريعة، لم يتردد في حمايته الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. فأغلقت المنافذ وأغلقت وقف الطيران والمطارات. الحكومة أيضا نشطت نشاط كبير في بجميع أجهزة الأمنية والعسكرية والقوات المساعدة والأجهزة الطبية والإعلام. أيضا الإعلام المغربي الحمد لله ساهم مساهمة كبيرة في احتواء هذه الأزمة. والشعب أيضا، الشعب المغربي كان من أفضل الشعوب احترام لهذه القوانين. الشعب المغربي شعب مثالي في احترامه لقوانين دولته وحكومته، وهذا هو الصح، هذا هو الصح. لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر الملك والحكومة، أولي الأمر ملك البلاد وأمير البلاد ورئيس البلاد وحكومته، اتباع الأنظمة، اتباع القوانين. كل هذه تساهم في الأخير إلى أن نحن نخرج من هذه المشكلة العظيمة اللي يعني انهزم فيها دول كثيرة، دول كثيرة بمكوناتها وبثرواتها وبقدراتها وبتقدمها العلمي، يعني فشلت في التصدي لجائحة كورونا. ولكن المغرب يعتبر دولة أولى في العالم كله تصدت لهذا المرض الخطير، لهذا المرض القاتل سريع الانتشار، والحمد لله حافظت على شعبها وعلى غير شعبها أيضا. حتى الناس الآخرين من دول أخرى اللي ساكنين هنا من دول أوروبية ومن دول عربية كانوا الحمد لله في قمة الرعاية، رعاية من المملكة
وحكومتها وشعبها. فلاحظتنا هذا الشيء، لاحظت هناك تعاون وتكاتف كبير عظيم. أكيد الكثير اللي كانوا في المغرب شاهد هذاك التعاون وهذه الآلية اللي الحمد لله يعني أخرجت المغرب من مأزق عظيم، من خطر كبير، تفادت خسائر كبيرة، تفادت خسائر بالأرواح، خسائر في الاقتصاد، خسائر في أشياء كثيرة. والحمد لله كان المغرب سباق بالله ولله الحمد في أنه يخرج من هذه الأزمة ولله الحمد بنتائج إيجابية كبيرة. وبعد أيضا بعد قبل رمضان وبعد رمضان 2020 أيضا الحكومة اتخذت قرارات الحمد لله سليمة وفي وقت يعني مناسب، وهذا دليل على الوعي، دليل على أن الحكومة عندها وعي ولله الحمد، وعندها دراية بكل صغيرة وكبيرة، وحريصة على حماية الشعب وحماية الوطن وحماية البلد من أي مشاكل أو من انتشار هذا المرض ولله الحمد. فهذا حاجة أنا طبعا أفتخر كون أني أنا كنت موجود يعني في المغرب، أفتخر بأن المغرب الحمد لله يعني وصل لهذا المستوى العظيم وللصدارة في الدول الكبرى. كذلك أن لا ننسى أن المغرب يعني يوجد فيه أطباء ويوجد فيه علماء في مختلف المجالات، مستشفيات المغربية، الأطباء المغاربة على قدر كبير ولله الحمد في تقديم إجراءات طبية كثيرة الحمد لله. الطاقم الطبي في المغرب الحمد لله قدم خدمات هائلة جدا، وقدم يعني كل ما عنده وساعد كل المرضى واهتم وتصدى لهذا المرض ولله الحمد بنجاح، وساعدوا الناس اللي هم عندهم إصابات في هذا المرض، وكانوا الحمد لله يعني خاطروا بأرواحهم وخاطروا بكل ما عندهم وقدموا الكثير والجميل في هذا المجال. أيضا الصناعات الدوائية في المغرب الحمد، شركات الصناعات الأدوية في المغرب، شركات الحمد لله أيضا قدمت أيضا معاونة وإعانات كبيرة للدولة وللحكومة، وحصرت كثير من الأدوية اللي تحتاجها وزارة الصحة، ونفذت تلك التعليمات التي يعني جاءتها من وزارة الصحة في بعض الأدوية حتى تقدمها للناس. هناك يعني آلية الحمد لله منظمة، وآلية الحمد لله متكاتفة بين الحكومة وبين القطاع الخاص، بين القطاع الخاص كشركات الأدوية وحتى العيادات أيضا احترمت تلك القوانين، العيادات الخاصة، المصحات الخاصة، المراكز الطبية، المجمعات الطبية كلها أيضا كانت ولله الحمد تحت مظلة واحدة، كل الكل كان تحت مظلة واحدة، وهذا اللي ساعد ونجح المغرب وخلى المغرب في قائمة الدول ولله الحمد اللي فيها أمن وفيها أمان وفيها رعاية وفيها خير كبير لا يعرفه أحد إلا من شاف وزار الدول الأخرى.